كنت من الثمانينات كنت أروح مع أخواني، طبعاً أخواني كانوا فهد الديحاني وفهيد وساير، كنت أروح معهم أحضر بطولات الرماية، وكان عمري يمكن وقتها 11 سنة. كنت أكون المسجل مال السكور شيت مال البطولات. مستوى المنافسة الكويت يعني كثر ما أتكلم ما راح أعطيهم حقهم، رماة الكويت أبطال، ولما أقول لك أبطال والله مو مجامل. لازم يكون في فكرة للمشاهد أن بطولة العالم لما تشارك فيها ما راح تشارك بطولة عالم أنت بالفريق. في عندنا شيء اسمه MQS. MQS هذا هو أقل رقم تأهيلي أنه لازم تكسره، اللي هو 113 من 125. كان الـ 113 هذا لازم تحققه عشان إذا صار في وايلد كارد حق الأولمبياد للدولة ويكون ما عندها رامي متأهل، إذا اختارت مثلا ناصر الديحاني، هل ناصر الديحاني هذا عنده بطولة عنده MQS كسر الرقم هذا 113، فإحنا نروح البطولة بطولات هذه كل سنة ثلاثة يروحون واثنين MQS عشان يكسروا الرقم هذا، عشان باكر لا سمح الله لو صار شيء يكون عنده الرقم هذا عشان يشارك. فكنت دائما أشارك MQS، فكان ما أعطوني الفرصة، كنت أطلب الفرصة بس ما كانوا راضين يعطوني الفرصة أني أنا أمثل الكويت كفريق. فكنت أدش البطولات. أول بطولة كانت في مصر، سوء الحظ أن الكهرباء كانت مزينة في الميدان، فكان التايمر بين الطبقين بين اللو هاوس والهاي هاوس، هذا يطلع بعدين هذا يطلع أو هذا يطلع بعدين، فصار في تأخير فصار خلل وأنا ما عندي خبرة وعصبي ما أقدر أسيطر على أعصابي، فعصبت على الميدان، عصبت على نفسي، عصبت على اللي قابلني، فطاح المستوى، رميت رقم مو بالبال. بس حظي إن كان في بطولة بعدها أني أنا راح أشارك فيها اسمي موجود، فماكو مجال إنه يقولوا والله هذا ما رمى زين يلا شيلوه، فكنت أقول لهم إن الميدان مو زين. فرحت البطولة اللي عقبها فرميت رقم مقبول زين يعطي نظرة للشخص هذا إنه ممكن ينجز. فرحنا بعدها بطولة في القاهرة في ميدان 6 أكتوبر أعتقد، الميدان هذا أول بطولة يشاركون فيه رماة العالم كلهم، كان الميدان جديد ما حد يشارك فيه عليه ونظرة جديدة للميدان، فكان الميدان بحفرة وكان فيه هواء. دشيت MQS رميت MQS، فالأرقام عشان تعرف الأرقام نعطي الأرقام، مثلا الأرقام المؤهلة حق الفاينل تكون من 120، أنت رامي 120 أنت رامي تعتبر عالمي، 119 تعتبر فتنزل الأرقام دقة دقة. أنا رحت MQS كان في ثلاثة فريق مثلون الكويت وأنا MQS معي رامي ثاني. لما دشيت البطولة هذه رميت 122 من 125، كان الأول على MQS أنا رامي 122 بس الأول على البطولة كلها رامي 123، الثاني 122، السادس رامي 119، أنا رامي 122 بس هم مسجلين MQS، لو مسجليني بالفريق كان أنا داش الثاني بطولة العالم هذه. الفريق الكويتي كان أقوى رقم رقمي أنا 122، كان أقرب واحد 117 من الفريق الكويتي، وهذه يعني ما أقول لك الفريق الكويتي مو زين، لا الفريق الكويتي عالمي يعني بتكلم عن الفريق، بس البطولة هذه كان مستواه مو زين. فهذه كانت النقلة حق ناصر الديحاني إنه يكون والله ممكن فيه إنجاز. فهذه أول بطولة عالمية. كان في مدرب من أقوى المدربين بالعالم، ففرحنا فيه إنه كان إنه بيدرب المنتخب الكويتي، بس للأسف المدرب هذا يعني حاشا مرض سكري وما يشوف،
شوفها قليل جدا يعني، حتى الأرقام يكتبها بالقلم الشين الكبير تشوف. فكان جايب الولد ولده يساعده، الولد الحين موجود، هو توفى المدرب هذا تشيكي. ففرحنا فيه. فغالبا المدرب انت لما يعطيك تكنيك معين، التكنيك هذا انت لازم تستمر عليه، مو تجربه والله يوم ولا ساعة ولا أسبوع وتقول والله ما مشى معاي. هذه رماية لازم تستمر فيه، يقعد لك شهرين ثلاثة ما يمنع سنة، هل يمشي معاك ولا ما يمشي؟ فالمدرب هذا يعني للأسف أنا سمعت كلامه، كل الرماة ما سمعوا كلامه في أول الأيام، أنا سمعت كلامه. كان في بطولة العربية بعدها بشهرين بعد وصول المدرب، فغير التكنيك كامل، غير الوقفة، غير الحركة، غير طريقتي بالرماية، غير كل شيء، وطبقت معه. فقلت لو أرمي 100 من 125، 100 من 125 عادي ما عندي مشكلة، بس هذا راح يعطيني، هذا مدرب عالمي وما راح يظلمني. بعدها بشهر كان تصير بطولة، طبعا كان فيني عوار بسبة الوقفة اللي عطاني إياها، بس عطيتها حق المدرب. كان يقول لي رميت 112 من 125 وكنت عادي، يعني ما عندي مشكلة لأن هذا مدرب يفهم، مجلس الإدارة يفهم، الرماة يفهمون أني أنا غيرت التكنيك، فطبيعي أني أنا أطيح مستواي بعدين يرتفع مرة ثانية. فتفاجأت بعد وإحنا على الغداء، أنا معي أخوي زيد المطيري قاعدين، كان يجيني المدرب كان يوقف قاعد معي على الطاولة، كان يقول لي أنا آسف أقول لك ما راح تشارك في الكنترول الاختيار منتخب الكويت اللي راح يشارك في البطولة العربية. شوف مو البطولة العربية ما راح تشارك، مو البطولة، الكنترول اللي راح نجرب منه فيه يدش البطولة يندخل البطولة ولا لا، الكنترول هذا ما راح تدشه، يعني ما لو في كنترول عادي أنا أغير. كان أقول ليش؟ شو قرامي 112 أنت؟ قبل لا أقول له كان يقول له زيد منافس لي بس أخوه، قال له زيد منك الرد اللي أنا بيه، قال له أنت ما أعطيه تكنيك وغير التكنيك، المفروض أنت بعد سنة تقيمه، مو من حين تقول أنت ما راح تشارك. كان يقول سوري، وهم راح يختارون 10، أنا ترتيبي 11. حاولت يمين يسار، كلمت مجلس الإدارة ماكو فايدة، دخلوني الكنترول أغير، أرد على تكنيكي القديم ونشوف. قال أنت بينك وبين الخامس 5 أطباق، عشان تدش الخامس فردي تدش. سبحان الله، قدر الله ما شاء فعل، العشرة واحد منهم اعتذر عنده سفرة، أجبر أنه يدخل ناصر الدحاني، إجبار أنه يبي 10، فدشيت بيني وبينهم 5 أطباق، لازم أطوف هذولي كلهم وأطوف الخامس، زين أصير الخامس ب5 أطباق. فدشينا الكنترول ورميت 122 من 125، والكنترول الثاني رميت رقم مقارب له 121، ودشيت الخامس. فصار عندنا فريق 3 واثنين فردي يرمون على البطولة العربية، فدخلت البطولة العربية. لما دشيت البطولة العربية طبعا ما كان عاجبه المدرب، ان هذه شنها والله شنها يعني ساقطة لي، اذا فاز فتعتبر ساقطة لي، فكان مو عاجبه. دشيت البطولة العربية، تأهلت للفاينل السادس، يعني شوف بالكنترول كان رقم 11، ودشيت البطولة، دشيت الكنترول عشان واحد اعتذر، ودشيت البطولة آخر واحد خامس، ولما رميت البطولة دشيت الفاينل السادس. كان أخوي الرامي بطل عالم الإماراتي سيف بن فطيس هو الأول كان بالبطولة، وأنا السادس.
وسعود حبيب كندري كان معنا. دشيت السادس، دشينا الفاينل. أول فاينل كانت عادل مع سيف على المركز الأول. ثاني فاينل في آخر الفاينل ماشين ولا خطأ أنا وسيف، باقي آخر محطة أنا من قدامه. فسيف بطل عالم وخبرة، وأنا كان عندي فكرة عن تكنيك سيف. فسيف يمشي إذا كان واحد يرمي قدامه ويشوف الأطباق ويمشي على التايمر، فكان التايمر مثل الموسيقى تك 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 تك، فعايش بجوه. فرمايتي كانت مثل الموسيقى قدامه. فآخر طبق، آخر دبل وإحنا متعادلين، فعطيت لنفسي فكرة، قلت يا تصيب يا تخيب، ما أبي أدش معه شوتوف، رامي صعب سيف، وأنا مو مستوى سيف. سيف بطل عالم، سيف رقم واحد بالإمارات. فقلت لازم أغير التايمر مالي، الموسيقى اللي قاعد يسمعها السيف هذه لازم أسوي فيها نشاز عشان أطلع من الجو اللي هو المرتاح فيه. فلازم أرمي الأطباق بسرعة، آخر طبقين، آخر دبل، فيا تصيب يا تخيب. فرميت الأطباق بسرعة، مو تايمر ناصر، حتى الجمهور حتى عرف أن هذا مو تايمر ناصر. فصارت سموكات، سيف كان يبي يشوف الطبق، يدري أنه راح يرمي الطبق هنا والثاني راح يرميني، اختلف الرمى مبكر مبكر، فما صار في كونفيوز عنده صار. فدش بعدي طالعني، دش طبعا أخوي سيف، دش ورمى واخطى طبقين أعتقد أو طبق، خذيت أنا المركز الأول وهو أخذ المركز الثاني. هذه البطولة يعني كانت لها أجواء، هذه معناها بطولة عربية غير البطولات الثانية يعني، بس هذه لها وقع لأنها كانت مسألة تحدي. جاني المدرب وقال لي مديدة، قال لي مبروك